اخر حاجه قبل ما اطلع فاصل، عايز اقول لحضراتكم النهارده تم توقيع حسام، كابتن حسام حسن وقع عقده مديرا فنيا جديدا للنادي او لمنتخب مصر بعد روي فيتوريا. حسام حسن وقع على عقد حتى كأس العالم 2026، عدم وجود اي شروط جزائيه في التعاقد. الجلسه كان فيها كابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن، كابتن طارق سليمان المدرب العام الجديد، بجانب وجود كابتن استاذ جمال علام، الاستاذ خالد الدرندلي، اللواء حلمي مشهور، الاستاذ دكتور ايهاب الكومي، والاستاذه دينا الرفاعي من جانب الاتحاد المصري لكره القدم، وغاب بركات وحازم امام وعامر حسين عن الجلسه دون ابداء اي اسباب واضحه زي ما حضراتكم شايفين. كابتن حسام سيتقاضى 1,000,000 جنيه شهريا من منتخب او مع منتخب مصر. كابتن حسام استقر على انطلاق اول معسكر لمنتخب مصر يوم 16 مارس القادم. خلال الساعات اللي جايه بيناقش كابتن حسام مع اتحاد كره القدم ورابطه الانديه تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعه ليبدا يوم 16 مارس بدلا من يوم 18 في نفس الشهر. كابتن حسام يرغب في تقديم موعد المعسكر لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الدولية الودية بالإمارات في الفترة من 22 ل 26 مارس المقبل، وتضم منتخبات مصر وتونس ونيوزيلندا وكرواتيا. كل التوفيق طبعا لكابتن حسام وكابتن إبراهيم خلال الفترة القادمة.